السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. أيمن الشواتفي معاكم في الحلقة رقم 16 من سلسلة شرح CCNA Service Provider، الجزء الثاني SPNGN 2. بنتابع السلسلة زي ما انتم عارفين على جروب All Cisco Labs أو على Channel Network Set على اليوتيوب، وكذلك تقدروا تتابعوها على Configure Blog البيج والجروب والتشانل على اليوتيوب. النهاردة الحلقة التانية اللي اتكلمنا عن البي جي بي. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن البي جي بي مقدمة سريعة كده، والنهاردة شوية هناخد قليل من التفصيل، لانه كده كده البي جي بي ككل له مادة بالكامل في الان بي، مادة الادفانسد راوتينج او الاس بي ادفانسد راوت كورس بالكامل. يعني اغلب الكورس او اغلب الامتحان ده هيكون بيتكلم عن البي جي بي، فاحنا هنا اللي بناخده فكرة عامة او مقدمة عن البي جي بي. المرة اللي فاتت قلت لكم جملة كده في وسط الكلام ان البي جي بي ده ملوش مترك. امال يا باشمهندس، بما انه ملوش مترك، على اي اساس هيختار البيست باث لو هو عنده مالتيبل باثز يوصلوه لنفس الديستنيشن؟ لو عنده اكتر من باث بيروحوا لنفس الديستنيشن حاجة بالشكل ده كده، على اي اساس هيختار اللينك اللي فوق ولا اللينك اللي تحت عشان يبعت عليها الترافيك؟ على اساس حاجة اسمها الباث اتريبيوتس. يبقى الباث اتريبيوتس دي مجموعة من العوامل، كل ما يجي البي جي بي يحب يختار البيست باث بتاعه بيقعد يبص على الاتريبيوتس دي كلها مع بعض، مش بيبص على خانة واحدة او حاجة واحدة اللي هي المتريك. طيب خلينا نبدأ نتعرف على بعض الاتريبيوتس، مش هنتعرف على كل حاجة بالمناسبة، هناخد فكرة عن بعض الاتريبيوتس وبعض وظيفتها. يمكن حتى البرزنتيشن دي ما فيهاش كونفيجريشن، الكونفيجريشن متأجلة للحلقة الأخيرة اللي بتتكلم عن، مش الحلقة الأخيرة في السلسلة، الحلقة الأخيرة في 5 حلقات هنتكلم فيهم عن البي جي بي. خلينا نبدأ نشوف الراجل بيقول لنا ايه. اولا بيقول لنا ان البي جي بي path attributes، ان البي جي بي metrics are called path attributes. يبقى هو مش attribute واحد، هو او مش metric واحد، ده هي مجموعة من المتريكس. طيب الباث attributes دي بتوصف خصائص البريفكس. يمكن حتى يعني لما تيجوا تتعرف على الباث اتريبيوتس كده هتلاقي ان فيها حاجات شبه مفهوم المترك القديم اللي انت تعرفه. يعني على سبيل المثال هتلاقي فيها قيم كونفيجرابل شبه كده الاي اس اي اس، مكان له مترك كونفيجرابل فاليو انت بتختارها مثلا. لكن هتلاقي بعض الاتريبيوتس حاجات انت مش متعود عليها انها تعتبر مترك. يعني على سبيل المثال هتلاقي اتريبيوت اسمه الاوريجن. الاوريجن ده يعني اصل الروت ده جاي لنا اصلي ولا ريديستريبيوتد. فاكرين لما خدنا الريديستريبيوشن كان بعض البروتوكولز بتحط الريديستريبيوتد او الاكسترنال راوتس في الراوتنج تيبل بتحطه برمز معين. البي جي بي بيعتبر انه الاوريجن بتاع الروت ده احد الاتريبيوتس اللي هناخدها في الاعتبار ان احنا نقرر البيست روت. يعني مجموعة كبيرة من الاتريبيوتس هناخد شوية منهم دلوقتي والباقي ان شاء الله يتأجل للان بي. كل الاتريبيوتس ديت، اي اتريبيوت ممكن يتوصف بصفة من 2، ممكن يتوصف انه ترانزيتيف او نون ترانزيتيف. الترانزيتيف اتريبيوتس دي بيحصل لها فورورد للاذر نيبر اف ذي ار نوت ريكوجنايزد. طيب بما ان احنا بنقول ان المتريك مش حاجة واحدة، ده مجموعة كويس. طيب المجموعة دي ممكن من فيندور لفيندور تختلف، وممكن عند نفس الفيندور بس من اكويبمنت الاكويبمنت تختلف. طيب ايه اللي هيحصل لو حاول راوتر انه يسند اتريبيوت معين لجاره وجاره ما فهموش؟ كويس، اذا جاره ما فهموش يعني ما بيستخدمش النوع ده من انواع الاتريبيوتس، ما فهمهاش
هيحتاج انه يتشك هل الاتريبيوت ده ترانزيتيف ولا نون ترانزيتيف. اذا ترانزيتيف هعمل له فورورد ايفن لو انا ما فهمتوش، حتى لو انا ما فهمتوش هعمل له فورورد، ما يمكن الراجل اللي بعد مني يفهمه. لو نون ترانزيتيف اتريبيوت يبقى مش هعمل له فورورد، هعمل له دروب اذا ما قدرتش اتعرف عليه، او اذا انا ما بستعملوش، او اذا ما بسبورتش النوع ده من انواع الاتريبيوتس هعمل له دروب اذا هو نون ترانزيتيف اتريبيوت. هناخد بعد شويه او يمكن بعد كده مين في الاتريبيوتس ترانزيتيف ومين نون ترانزيتيف، الكلام ده جاي. طيب بس احنا يعني المصطلح عايزك تبقى فاميليير بيه. الروت سيلكشن بيديبند على البارامترز او اللي هي بمعنى اخر الاتريبيوتس. طيب دي تقسيمة تانية نقدر نقسم بيها الـ attributes. نقدر نقول إن الـ attributes يا إما well known attribute يا إما optional. well known يعني كل الـ vendors يعرفوها، بمعنى آخر كده حاجة standard، حاجة standard كل الـ vendors يقدروا يفهموها لأنها حاجة standard مفيش حد اخترعها. كل الفندورز يقدروا يستخدموها، لكن يقدروا هل ملزمين ان هم يستخدموها؟ في بعض ال well known attributes دي تعتبر mandatory attributes زي النكست هوب، مفيش حد من حقه انه يبعت ابديت عن شبكة اكس من غير ما يقول لنا النكست هوب بتاعت اكس دي مين. يا راجل هو احنا قبل كده في الاي جي بي الكلام ده مش كان بيحصل برضه؟ لا يا باشمهندس، ده زمان في الاي جي بي كنت بذيع الشبكات اللي عندي او حتى ال ال اس اي بس، وجاري كان هو اللي بيستنتج النكست هوب عن طريق انه هو استقبل الابديت ده من فلان، يبقى فلان ده هو النكست هوب. لكن في البي جي بي الدنيا مختلفة شوية، النكست هوب جاري بيكتبها لي، ما يمكن جاري مش عاوز نفسه يبقى هو النكست هوب، يمكن عاوز. تعالى هقول لك على مثال ظريف قوي. دول 3 راوترات واصلين هما التلاتة على سويتش، حلو كده، كلام جميل. علاقة النيبر شيب قايمة ازاي؟ في نيبر شيب ما بين ده وده، وفي نيبر شيب تانية ما بين ده وده، حلو الكلام. وهما التلاتة واصلين على ايه؟ على ايثرنت سويتش. ركز معايا عشان الكلام ده محتاج صح. ماشي الكلام. طيب صاحبنا ده عنده شبكة اسمها اكس، لانه عامل نيبر شيب مع ده زعها للي جنبه، انا عندي اكس، وقال له ايه النكست هوب هو انا مثلا. انا بقول ايه مثلا. طيب دلوقتي تفتكر صاحبك ده لما يحب يفورورد الابديت ده لجاره ده، الاوبتيمم ايه يعني البيست ايه؟ انه يدعي ان هو النكست هوب، ولا يسيب النكست هوب على قديمه؟ ليه؟ ما هو كده كده احنا التلاتة واصلين على شيرد سويتش، فبالتالي لو انا سبت انا اللي زايع، لكن احنا بنتكلم على الابديت ولا الترافيك؟ الترافيك لازم مفيش علاقة مباشرة ما بين 1 و3، خلينا نديهم ارقام. فكابديت ما ينفعش 3 يبعت لـ1 مباشرة، لازم انا اللي ابعت له لانه مفيش نيبر شيب ما بين 1 و3. لكن كترافيك اللي هو حاجة تانية خالص ملوش علاقة بالابديت، لو انا استقبلت الابديت اللي بيتكلم عن شبكة اكس والنكست هوب اللي مكتوب جوه الابديت هو النكست هوب بتاع 3، رغم ان انا استقبلت الابديت ده من 2، لما يجي ترافيك بقى هوفر خطوة، وبدل ما ابعت الترافيك لـ2 انا ممكن دايركت ابعت ترافيك لـ3. اذا الكلام ده ما استوعبتوش فده شيء طبيعي، تقدر تأجله، هيجي وقت قدام وهتستوعبه كويس. كل اللي انا عاوز اقوله ان النكست هوب مع البي جي بي حاجة مختلفة شوية عن الفكرة القديمة بتاعت زمان.
ايه اس باث اوريجن، دي بقى شويه اتريبيوتس جديده هنتعرف على تفصيله كل اتريبيوت لما يجي وقته، لكن مش هي دي الغايه من البرزنتيشن دلوقتي. الغايه من البرزنتيشن تقول لنا ان في انواع من الاتريبيوتس ويل نون، كل الفندورز او كل النتورك امبلمنتيشنز تقدر تستخدمها، وفي انواع اسمها اوبشنال. الانواع الويل نون ديت في منها مانداتوري، تتقسم لجزئين، مانداتوري او ديسكريشنري. المانداتوري زي النكست هوب، ده لازم يكون موجود في كل ابديت، النكست هوب والاي اس باث والاوريجن. وفي حاجات ديسكريشنري، يعني يجوز انها تكون موجودة في الابديت، واذا كانت موجودة في الابديت فقطعا الكل هيفهمها لانها حاجة ويل نون. لكن لو انت ما حطيتهاش في الابديت مفيش مشكلة، لانها كده كده حتى المثال اللي هو بيضربه نوع من انواع الاتريبيوتس اسمه اللوكال بريفرنس. حتى اللوكال بريفرنس ده له ديفولت فاليو، لو انا ما استقبلتش فاليو معينة من جاري اقوم خابط الديفولت فاليو وخلاص. من الاخر دي مجرد تقسيمة الاتريبيوتس نفسها، لسه هندردش عنها قدام. الاوبشنال ده recognized by only some implementations، بعض الامبلمنتيشنز بس هتقدر تتعرف على الاوبشنال اتريبيوت. ممكن نقول بشكل اخر بعض الفندورز بس هيقدروا يتعرفوا على الاوبشنال اتريبيوت. ممكن نقول بشكل اخر بعض التوبولوجيز هيكون مفيد فيها الميد، او ده احد انواع الاوبشنال اتريبيوتس. الميد ده، ميد دي اختصار ل مالتي اكزيت ديسكريمينيتور. واحيانا لما اقول لك بي جي بي مترك، لو استخدمت كلمة مترك وانا بتكلم عن البي جي بي هتقوم انت على طول قايل لي يا باشمهندس البي جي بي ملوش مترك. اقول لك ايوه صح، هو البي جي بي ملوش مترك بس له اتريبيوتس. احد هذه الاتريبيوتس اللي هو اسمه الحقيقي مالتي اكزيت ديسكريمينيتور، ده واحد من الاتريبيوتس بيدلعوه بيقولوا له يا مترك. حلو كده؟ طيب يبقى الميد ده بيتقال عليه البي جي بي مترك، رغم ان هو في الحقيقه مش هو البي جي بي مترك، ده احد الاتريبيوتس، لسته طويله من الاتريبيوتس وده مجرد واحد منهم، بس هو اسم الدلع بتاعه ايه؟ مترك، بس اسمه الحقيقي مالتي اكزيت ديسكريمينيتور. كل الاتريبيوت من دول بيعمل ايه؟ هنتعرف حالا. ده اول اتريبيوت هنتعرف عليه اسمه الويت. طيب هذا الاتريبيوت لوكال في الراوتر. يعني ايه لوكال في الراوتر؟ يعني ما بيتزعش بره، ده نون ترانزيتيف. ده مش بس ده نون ترانزيتيف، ده معناها انه ما بيتزعش لو ما تفهمش، لا ده ما بيتزعش حتى لو مفهوم، ده كده كده اتريبيوت لوكال. طيب الصفة التانية ان ده سيسكو بروباراتوري، ده اختراع من عند سيسكو، مش هتلاقيه عند جينبر ولا هواوي ولا الكاتل لوسنت ولا اي فيندور اخر. طيب يبقى ده سيسكو، ده الاتريبيوت الوحيد اللي سيسكو على فكرة، او اللي احنا هناخده يعني. طيب ال highest weight wins when multiple roots exist، عندي اكتر من root لو كل واحد فيهم بديفرنت ويت الهايست يكسب، الويت الاعلى يكسب. في الاخر الويت ده هو مجرد قيمة انت اللي بتعمل لها كونفيجريشن، مجرد قيمة انت اللي بتعمل لها كونفيجريشن. طيب applied على الروتس من النيبر to all roots او to roots defined in a filter. يعني ايه الكلام ده؟ الرسمة اللي جاية هتساعدني شوية في ان انا اوضح لحضرتك. لو فرضنا ان راوتر ايه ده بيستقبل نفس الشبكة 175.10.0.0 من 2 جيرانه بالشكل ده. طيب انا دلوقتي كادمن مسؤول عن راوتر ايه عاوز دايما افضل هذا الطريق، لان مثلا ده الباندويث بتاعته اعلى، او ده ريليابل ما بيوقعش كتير، او لاي سبب ما انا كادمن محتاج افضل هذا الباث دائما هو اللي يوصلني الى 175.10.0.0. اعملها ازاي دي؟ ب
بما ان التو كونكشنز دول واصلين عندي على نفس الراوتر، وده شرط في الحالة دي اقدر استخدم الويت، اصل الويت ده ملوش اي 30 لازمة لو كان التو كونكشنز دول جايين على تو ديفرنت راوترز. ليه؟ ما هو اصلي لو عملت كونفيجر للويت بتاع اللينكاية دي الناحية دي، وعملت كونفيجر للويت بتاع اللينكاية دي الناحية دي، الويت ما بيتزعش، لا الراوتر ده هيعرف ان انا عملت كونفيجر الناحية ديت، ولا الراوتر ده هيعرف ان انا عملت كونفيجر الناحية دي. يبقى اذا ان الحمد لله طلعت اللينكتين جايين لي على نفس الراوتر، والراوتر واذا ان الراوتر ده سيسكو، فاذا انا عندي طريقة ممتازة قوي افضل واحد عن واحد. اقوم بالكونفيجريشن بقى، اقول اي حاجة تجيلي من جاري فلان يا راوتري اعتبر الويت بتاعها ب200، واي حاجة تجيلي من جاري علان اعتبر الروت بتاع الويت بتاعها ب100. طب يا باشمهندس افرض انا مش عايز اطبق الكلام ده على اي حاجة، انا بس كنت عاوز اعمل الكلام ده على 175 10 0. ينفع، مش لازم تقول كل حاجة تجيلي من جاري فلان اعتبر الويت بتاعها ب200، ممكن احط فلتر يشاور بس على الشبكة ديت، فبالتالي الشبكة ديت وهي جاية لي من جاري فلان هيبقى الروت الويت بتاعها 200، وهي جاية لي من جاري علان هيبقى الروت بتاعها ب100. طب بقية الشبكات يا باشمهندس، بقية الشبكات هتبقى واخدة الديفولت ويت اللي هو كام؟ معرفش، اعتقد زيرو، بس الفكرة مش هي هنا، الفكرة انه هيبقى واخد نفس الويت من الناحية دي ونفس الويت من الناحية دي، فاذا الويت ليس هو العامل اللي هيقرر بقية الشبكات هتمشي في انهي اتجاه، لان انا سايبها كلها على الديفولت. اكيد في عامل اخر مختلف غير الويت هو اللي على اساسه هنقرر لبقية الشبكات انهي روت هو البست. لكن بالنسبة ل 175 10 0، بما اننا عملنا فلتر بيشاور عليها، وبما اننا علينا الويت بتاعها على لينكاية اعلى من الويت بتاعها على اللينكاية الاخرى، اذا اللينكاية اللي الويت بتاعها اعلى هي اللي هتختار. يا رب ما كنش لخبطتكم. اللوكال بريفرنس ده بيؤدي نفس وظيفة الويت، لكن هو الحقيقة في كذا ميزة. الميزة الأولانية إنه ستاندرد مش بتاع سيسكو بس. الميزة التانية إنه بيتذاع. يعني إيه بيتذاع؟ يعني حضرتك، أتمنى يكون جايبين رسمة بالظبط كده، بالظبط كده، شايفين الرسمة الجميلة دي؟ أنا عندي 2 كونكشن مع 2 بروفايدر، كويس؟ كويس. أنا عايز أفضل دايما اللينكاية اللي جاية من البروفايدر ده، بس كل لينكاية جاية لي على ديفرنت راوتر. بما ان كل لينكاية جاية لي على ديفرنت راوتر، انا ما اقدرش استخدم الويت. وعلى فكرة لو كانوا الاتنين جايين لي على نفس الراوتر، بس الراوتر ده مش سيسكو، فمش هقدر استخدم الويت. مين البديل اللي افضل بيه لينكاية عن لينكاية؟ ولاحظ انا لما بقول افضل، افضل ان انا استخدمها، افضل ان انا ابعت عليها الترافيك. يبقى انا كده بتكلم على ان انا بكنترول الايه، الاب لينك بتاعتي، لكن انا لغاية دلوقتي ما اتكلمتش انا بفضل استقبل الترافيك من انهي ناحية. دي لسه حوار تاني وفيلم كبير. انا عمال اتكلم انا بفضل ابعت الترافيك اللي رايح ل 175 10 على انهي لينكاية، انا بفضل ابعته على اللينكاية اللي على الشمال دي. بما ان التو لينكس اللي جايين من ديفرنت بروفايدرز واصلين على ديفرنت راوترز، يبقى انا لازم استخدم اللوكال بريفرنس، مش افيلبل ان انا استخدم الويت. يبقى ايه اللي مطلوب من حضرتك؟ هتيجي على الراوتر بي ده وتقول الروتس اللي جايه لي من جاري فلان انا، او تعمل فلتر يشاور بس على الشبكه دي، او كل حاجه براحتك. انا عايز اللوكال بريفرنس بتاعها ب100، وعلى فكره اللوكال بريفرنس ال100 ده الديفولت، فانت لو ما عملتش حاجه خالص هيبقى الديفولت لوكال بريفرنس ب100. تعالى على ايه، كويس، واعمل اللوكال بريفرنس 150. اللوكال بريفرنس اتريبيوت بيتذاع، فبالتالي سي لما يجيله الابديت من الناحيتين دائما وابدا سي هيفضل ابو ايه، ابو 150، لان سي هيستقبل اللوكال بريفرنس من جاره ده، وهيستقبل اللوكال بريفرنس من
جارو ده، بس لاحظ ان اللوكال بريفرنس بيتذاع انترنالي جوه الاوتونوموس سيستم في حالات الاي بي جي بي، الانترنال بي جي بي، زي الرسمه اللي انتوا شايفينها. يعني هنا اي وبي وسي دول التلاتة في نفس الاوتونوموس سيستم، والتلاتة قايم ما بينهم علاقة بي جي بي، يجوز ما فيش مشكلة، وفي نفس الوقت هم مقومين علاقة بي جي بي مع الآخرين الناس اللي بره برضو ما فيش مشكلة. فاكرين انتم من المرة اللي فاتت كنا بنقول ان العلاقة اللي ما بين اتنين في different autonomous system اسمها external بي جي بي، والعلاقة اللي ما بين اتنين في نفس ال autonomous system اسمها اي بي جي بي. طيب ده باختصار ال local preference. الديفولت 100 ده يعتبر ويل نون واوبشنال، ما يحصلش حاجه لو ما اتذاعش، بس ينفع يتذاع، هو مش مانداتوري ان يتذاع، لكن لو اتذاع الكل هيفهمه، وده بيتحكم برضو في الاوت باوند ترافيك. اوت باوند يعني في الاب ستريم او الاب لينك ترافيك. اوكي طيب بعد كده بنتكلم على اتريبيوت في منتهى الاهميه، وده ويل نون ومانداتوري، يعني ما فيش ابديت في الدنيا بي جي بي بيمشي من غير ما يبقى ماشي معاه الاتريبيوت اللي اسمه اوتونوموس سيستم باث. انا متهيألي المحت من قبل الى الاوتونوموس سيستم باث دوت. ده الحقيقة كل autonomous system الابديت بيعدي عليه رقمه بيتحط في ال autonomous system path. فلو فرضنا ان انا معايا ابديت عدى على 5 autonomous system، هلاقي 5 ارقام autonomous system موجودين في ال autonomous system path. ده فايدته ايه الحقيقة؟ الحقيقة ده له فايدتين، والفايدتين اهم من بعض. الفايدة الاولانية انه هختار ما بين على اساسه البيست باث. على اساسه ازاي يعني؟ يعني الروت اللي عدى على 5 اوتونوموس سيستم في الغالب هو افضل من الروت اللي عدى على 10 اوتونوموس سيستم. عشان اوصل لديستنيشن معينة عندي طريقين، طريق هعدي على 5 بروفايدر في النص، وطريق تاني هعدي على 10 بروفايدر في النص. في الغالب مين فيهم الافضل؟ في الغالب الافضل هو الايه؟ الطريق ابو اقل عدد في الاوتونوموس سيستم. ده الفايده الاولى من فوائد الاتريبيوت اللي اسمه اوتونوموس سيستم باث. لكن هو له فايده تانية مهمه جدا بتتكلم على اللوب ديتكشن. يمكن الرسمه الجايه هتكلمني عن موضوع اللوب ديتكشن ده بتفصيل ظريف. شبكة اللي اسمها 160.10.0.0.0/16، الشبكة دي أصلها موجود في الأوتونوموس سيستم رقم 300. لما اتذاعت للأوتونوموس سيستم رقم 500 هتبقى موجودة في الراوتنج تيبل بتاع الأوتونوموس سيستم، أي راوتر داخل أوتونوموس سيستم رقم 500 لما تيجي تبص عليها هتلاقيها في الراوتنج تيبل مكتوب اسم الشبكة كده، وجنب منها شوية معلومات من ضمنها انها جاية من اوتونوموس سيستم 300. لما يجي 500 يذاعها ل 400 هيتزود على ال 300 الاصلية الرقم بتاع 500. فنبص هنا كده نلاقي مكتوب عليها ايه؟ 500 و 300. ده كلام جميل. لما تيجي تتزاع لاوتونوموس سيستم 200 هيتضاف عليها كمان الاوتونوموس سيستم اللي هي جاية منه اللي هو 400. ده كلام جميل. إذا بالغلط حاول 200 إنه يذاعها ل 300، يجي 300 قبل ما يستقبل الراوتر اللي في الأول هنا، أكيد هو عارف الأوتونوموس سيستم بتاعه اللي هو ينتمي إليه، قبل ما يأكسبت الأبديت ده، قبل ما يأكسبت الأبديت ده بيتشك على الـ already existed autonomous system path. لو لقى إن رقمه موجود بالفعل قبل كده في الاوتونوموس سيستم باث هيدروب هذا الابديت، مش هيقبله. لان ده معناه ايه يا باشمهندس؟ معناه ان الابديت ده لف، لا عمل لفه كده ورجع لي. طب هو انا فعلا محتاج استقبله اذا هو لف اللفه ديت؟ لا انا مش محتاج استقبله. طيب ده كلام جميل قوي.
تعالى بقى نبص من وجهة نظر اوتونوماس. ده بالعكس، انا لو استقبلته ابقى عملت لوب. ده مش بس مش محتاج، ده انا لو استقبلته ابقى عملت كارثة كبيرة في النتورك. تعالى نبص من وجهة نظر اخونا ده. من وجهة نظر اخونا ده الشبكة 160 جات له مرتين، مرة جات له كده كويس، ومرة تانية جات له كده اهم. الاتنين متسجلين في لا، هي التانية مش متسجلة، بس هي التانية المفروض تتسجل. تعالوا انا اسجلها في الراوتينج تيبل. فخليني هقول 160.0.0 160.10.0.0/16. هيبقى مكتوب قصادها انهي اوتونوماس سيستم 300 بس. فبالتالي الشبكة دي موجودة دلوقتي مرتين اهو، مرة معدية على 3 autonomous system، ومرة معدية على autonomous system واحد. كويس كويس. لو الويت واللوكال بريفرنس على الديفولت فاليو، اذا الاي اس باث هو اللي هيتحكم في اختيار البيست باث. ده معناه ان لو فرضنا ان انا ادمن في اوتونوماس سيستم 200 رغم ان الروت ده اطول، لكن انا قررت استخدمه فحطيت له لوكال بريفرنس اعلى من الروت ده، خلاص اللوكال بريفرنس حاجه اهم من الاوتونوماس سيستم باث. لكن لو انك سبت اللوكال بريفرنس وكذلك الويت على الديفولت فاليوز، بمعنى ان التو روتس اللي جايين من هنا دايركت او جايين لي اللفه الطويله دي هما الاثنين متساويين في كل حاجه لكن مختلفين في الاوتونوماس سيستم باث، ده عنده اوتونوماس سيستم واحد وده لفه طويله عدى على 3، في الحاله دي انا هختار ايه اللي عدى على اوتونوماس سيستم واحد. فالاوتونوماس سيستم باث اتريبيوت له استخدامين. الاستخدام الاولاني بيساعد في اختيار البيست باث زيه زي اي اتريبيوت اخر. الاستخدام الاخر بيستخدم في اللوب بريفنشن او اللوب ديتكشن. طيب ده كلام جميل. دي بقى يا سيدي لستة الاتريبيوتس، بس اللي انا عايز انبهك ليه الليست ديت ما هياش مترتبه حسب الاهم، دي مجرد لسته بتليست شويه اتريبيوتس، ودي مش كل الاتريبيوتس برضو بالمناسبه، بتليست شويه اتريبيوتس وبتقول لك نوعيتهم هم ويل نون ومانداتوري ولا اوبشنال وترانزيتيف ولا اوبشنال ونان ترانزيتيف. شفنا احنا الانواع دي، بصينا عليها بصه سريعه في الاول كده. طبعا زي ما قلنا الكلام دوت هيتكرر وبتفاصيل تزهقك لما تروح للكورس اللي اسمه اس بي ادفانسد روت. ده كورس يعني معظم الكورس بيتكلم عن البي جي بي بس، بالتالي هتزهق من كتر التفاصيل لا تقلق. خلينا نبص سريعا الويت ده اتعرفنا عليه، النكست هوب كلمتكم عنه، الاوريجن كلمتكم عنه سريعا، الاي اس باث، اللوكال بريفرنس كل ده اتكلمنا عنه، الكوميونتي. الكوميونتي ده حاجه كده زي ما تقول رقم مش بيتقارن، مش بقارن الرقمين بتوع اتنين باص متاحين عندي واختار الاعلى او اختار الاقل، لا الكوميونتي دوت هو رقم بيضاف على الداتا بس لاغراض اخرى، زي مثلا اغراض الفلترنج. مثلا انا هقول وانا بزيع ابديتس لجاري فلان، انا عايز مجموعه معينه من الشبكات ضيف عليها الكوميونتي اللي اسمه 75. طيب 75 ده مش مفيش حد هيقارن رقم 75، لكن ممكن يكون انا بيني وبين جاري اجريمنت معينه انه لما يجي لك اي ابديت عليها الكوميونتي تقدر تعتبره ليبل كده تاج عليها الكوميونتي اللي اسمه 75، انا عاوز الروتس دي تديها بريوريتي اعلى، او مثلا الروتس دي تعمل لها ريديستريبيوشن جوه البي جي بي اللي هيطلع بره للانترنت، لكن الروتس اللي جايه لك بكوميونتي 35 دي خليها اخرها عندك انت ما تطلعهاش بره لحد مثلا. ف
في الاخر الكوميونتي دي مجرد فاليو هنعمل لها ست على قيمة معينة بيزد على اجريمنت ما بين تو بارتنرز هيتاخد اكشن يخص الكوميونتي دي. المد ده يا سيدي هو قيمة انا بعمل لها كونفيجريشن، بس ميزة بقى المد ان الاول مرة عندي اتريبيوت يساعدني في التحكم في الانباوند ترافيك. الانباوند ترافيك يعني ايه الكلام ده؟ يعني تخيل الرسمة الآتية، تخيل ان ده سيرفيس بروفايدر، انت عندك لينكتين مع هذا السيرفيس بروفايدر، مش عارف وليد طلع شبه الفاصوليا او الكيليا كده، بس يعني هو ايه اعتبره سيرفيس بروفايدر وانت الكاستمر. طبعا هو عنده لينكات انترنال جوه النتورك بتاعته وانت عندك لينكاتك انترنالي جوه النتورك بتاعتك، وانت واخد منه اتنين كونكشن. عشان انت تفضل اللينكاية دي انك تسند عليها الترافيك، اوكي، هتستخدم اللوكال بريفرنس. اللوكال بريفرنس يقدر يكنترول الاوت باوند ترافيك. لكن لو انا عايز اطلب من البروفايدر بتاعي، عايز اقول له بعد اذنك انا عايزك تفضل لي اللينكاية دي تبعت لي انت عليها الترافيك دايما، اللينكاية اللي هناك دي صغيرة 1 ميجا، انا شاري منك 100 ميجا هنا عشان تبعت لي الترافيك دايما على هذه اللينكاية. اقدر اقول له الكلام ده ازاي؟ وانا بزع له الابديتس ازع له المد اللي هو بيتدلع ويتقال عليه المتريك، ازع له المد اصغر من المد اللي هزيعه الناحية دي. بس الكلام ده هيبقى فعال في حالة ان اللينكتين مع وان بروفايدر، لو اللينكتين مع تو ديفرنت بروفايدر الكلام ده مش هيبقى فعال. والكلام ده هيبقى فعال في حالة ان البروفايدر اكسبت منك الكلام ده، لان البروفايدر بمنتهى البساطة ممكن يحط بوليسي على الراوتر هنا تعمل ريست لاي مد هو بيستقبله، صفر اي مد انا بستقبله، ممكن اعمل بوليسي على الراوتر اللي ما بيني وما بين كبروفايدر، الراوتر اللي ما بيني وما بين الكاستمر يريست كل المد اللي بستقبله، فده يجوز. فالحل ده هينفع، حل المد ده هينفع بشرطين، ان يكون في اجريمنت نتفق مع البروفايدر انا هبعت لك مد اكبر من الناحيه دي وانت معلش ما تغيروش وما تعملوش ريسيت، هبعت لك مد اقل لان المد الاقل هو الافضل بخلاف الويت واللوكال بريفرنس. الويت واللوكال بريفرنس كان الاعلى هو الافضل، لكن في المد الاقل هو الافضل. مترك بقى يعني عامل نفسه مترك يعني، صح؟ مش كان زمان المترك الاقل هو الافضل؟ فده يعني ايه؟ عشان يعني قال يعني اسمه مترك فبيعمل نفسه شبه المترك فالاقل هو الافضل. طيب اوريجينيتور وده اتريبيوت بيشاور على الاي بي ادريس بتاع الراوتر اللي اخترع او اللي دخل هذه الشبكة الى البي جي بي دومين، لان اكيد الشبكه ديت يوما ما كانتش بي جي بي، يوما ما هذه الشبكه موجوده كدايركت لينك على فيزيكال لينك، فيا اما حد دخلها من الدايركت لينك ديت مباشره جوه البي جي بي، يا اما كانت متزاعه جوه انذر بروتوكول والبروتوكول ده عمل ريديستريبيوشن جوه البي جي بي، فبالتالي في الاخر الاوريجينيتور ده بيشاور على هذا الراوتر اللي دخل هذه الشبكه الى البي جي بي دومين. احب اشير لحاجه ثم انهي الفيديو. لما يبقى راوتر عنده تو راوتس، كل الـ كل الاتريبيوتس بتاعتهم مختلفه، هيبص على مين؟ يعني من الاخر انهي اتريبيوت اهم من انهي اتريبيوت؟ اول حاجه راوتر سيسكو بيبص عليها بيبص على الويت، لو لقاه مختلف بياخد بيه حسب ما الويت بيقول له، لقاه متشابه بيدخل على اللي بعده، اللي بعده اللي هو مين؟ اللوكال بريفرنس. لقاه مختلف بياخد بالقيمه اللي حسب مين الافضل، لقاه متشابه بيروح على اللي بعده، اللي بعده اللي هو مين؟ اللي بعده في حاجه مش موجوده هنا، يعني في اتريبيوت مش موجود هنا. بس استثني الاتريبيوت اللي مش موجود هنا، رقم 3 في اللي موجودين هنا هو الاوتونوموس سيستم باث. يبقى الويت الاول، لو متشابه هنبص على اللوكال بريفرنس، لو متشابه هنبص على
الـ AS Path. لو متشابه هنبص على الـ Origin. طب هو الـ Origin ده أصلا معناه إيه؟ الـ Origin ده يا سيدي لو إن الشبكة ديت أصلها بي جي بي أصلي، يعني ما هياش جاية، لو جاية external، لو جاية external يعني معمول لها redistribution، بيبقى واخدة الرمز ده، ده الأوريجين بتاعها، علامة استفهام. العلامة استفهام دوت هي أفضل من الإي. مين الإي ده؟ الإي ده اللي معمول له ريديستريبيوشن من بروتوكول اسمه اي جي بي، وده بروتوكول انقرض. كان اي جي بي بروتوكول، اكسترنال جيت واي بروتوكول، اسمه اي جي بي، يبقى هو اسمه اي جي بي ونوعه اي جي بي، بس ده انقرض الحمد لله. لكن لو فرضنا ان في روت معمول له ريديستريبيوشن من اي جي بي، هيبقى اللوجو بتاعه او الاوريجن بتاعه كده. لو معمول له ريديستريبيوشن من اي بروتوكول اخر، هيبقى الاوريجن بتاعه كده. ولو دي شبكه اصليه في البي جي بي مش معمول لها ريديستريبيوشن، هيبقى مكتوب قصادها كده. افضل حاجه هي الاي ثم الريديستريبيوتد فروم اي جي بي ثم الريديستريبيوتد فروم الاي جي بي. فده الاوريجن يا سيدي. ثم هنبص على الميد. بس كده. ما هي النكست هوب دي مش رقم بيتقارن، ده اتريبيوت بمعنى انه فاليو بتتذاع مع الابديت، هتستخدم استخدام ما، لكن ما هياش فاليو بتتقارن لما يبقى عندي مالتيبل باث. وكذلك الكوميونتي ما هياش فاليو هقارنها لما يبقى عندي مالتيبل باث ولا الاوريجينيتور. هي ديت الحاجات اللي فيه فاليوز هنقارن واحده بواحده في حاله ان انت عندك مالتيبل باث وعايز تختار البيست باث ما بينهم. كان في يبقى مين الاول؟ الاول الويت في اللي انت شايفه قدامك، ثم اللوكال بريفرنس، ثم الايس باث، ثم الاوريجن، ثم الميد. يا ريت تكون حافظ الترتيب ده، للاسف انت مضطر انك تحفظه على الاقل في المجموعه اللي انت اخدتها لغايه دلوقتي، لان في شويه اتريبيوتس تانيين اكتر من كده في الحقيقه، بس مش عايزين نوسع الموضوع عليكم. شكرا ليكم. دي كانت فكرة كده عن البي جي بي اتريبيوتس، وبكده نكون انهينا البرزنتيشن بتاعة النهاردة. قريب ان شاء الله نعمل برزنتيشن للجزء الثالث من البي جي بي، هو هيبقى عبارة عن 5 اجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.